لندن هي المحطة الثانية من جولة أوروبية يقوم بها الرئيس الأمريكي باراك أوباما بعد إيرلندا ليقضي ليلته الأولى غير المبرمجة في العاصمة البريطانية التي وصلها قبل الموعد بسبب سحابة الرماد البركانية التي تتجه من أيسلندا إلى بريطانيا. وتهدف الزيارة إلى طمأنة أوروبا التي تشعر بأن واشنطن أهملتها بعض الشيء، وذلك بدءا ببريطانيا المتمسكة بعلاقات تاريخية خاصة مع الولايات المتحدة. وكان أوباما زار في أيرلندا بلدة مونيغال، مسقط رأس الجد الأكبر لوالدته الذي سافر إلى الولايات المتحدة منتصف القرن 19. وقد أخذت الزيارة طابعا شخصيا، وعرفت أيضا تعطل سيارة الرئيس لبعض الوقت بسبب ارتفاع مستوى أرضية مدخل السفارة الأمريكية في دبلن.